جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: امرأة توفي زوجها وترك لها مبلغ 30,000 ريال، ومضى على هذا المبلغ سنة، وحينئذ تسأل عن الزكاة، فأجابها بعض الناس بأن أموال الأيتام الموقوفة لا زكاة فيها، فهل ما قيل صحيح؟ هذه ليست موقوفة، هذه مواريث. إذا كان هذا الميت له أولاد وله زوجة فإن ماله يكون ميراثا لهم، كل على ما قدر الله له من الإرث. الزوجة لها الثمن، وللأولاد إن كانوا ذكورا فالمال لهم على عدد رؤوسهم، وإن كانوا إناثا فلهن الثلثان والباقي للعاصب، وإن كانت واحدة فلها النصف والباقي للعاصب، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ووليهم الذي يتولى شؤونهم يخرج الزكاة عنهم لأنه نائب عنهم، فيخرج الزكاة عنهم لأنه يقوم مقامهم في ذلك، ولا تسقط الزكاة عن أموالهم لأن هذه ليست من الأوقاف وإنما هي مواريث وملك لهم. نعم.